من جميل الحديث هو سؤال الموت دائما. يعني لو طرحنا هذا السؤال بصيغة أخرى، ماذا يعني الموت؟ إذا تحدثنا أن الموت هو الحزن، هو الفراق، هو الوداع، فسنبوء بهذه المعاني وسنعيش بهذه المعاني وسنبقى بهذه المعاني، ويبقى الحزن كلمة في قلوبنا وعلامة فارقة في حياتنا كلها. متى ما كان سؤال الموت هو الانتقال من ضفة إلى ضفة، الانتقال من حياة إلى حياة أخرى، فهذا هو الجواب الصحيح للموت ومعنى الموت. نحزن، نأسى لفراق الأحباب، وهذا هو حال الدنيا، ولكن لا ينبغي أن يكون هذا هو عثرة لنا في الحياة، بل هو نقطة إيمان وانطلاقة مع الله عز وجل وإيمان بقضاء الله وقدره. إتماما لهذا الحديث، هيا السياري غفر الله لها ورحمها، عاشت حياة طويلة مليئة بإنجازاتها ومليئة بأعمال الخير. إتماما للحديث عن هذا، سيكون معنا في مداخلة هاتفية صديقة لها، صديقة عمر، وهي الأستاذة الدكتورة نوال العيد، الداعية والأكاديمية السعودية بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن. حياك الله دكتورة نوال. والله يحييك، أهلا وسهلا. الحديث عن هيا السياري يطول، لكن لو أعطيتنا إضاءات حول هذه الشخصية، بما أنكم يعني تصاحبتم فترة قبل زواجها من الشيخ سلمان وبعد ذلك والتحاقها بحلقات التحفيظ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الأولين والآخرين، الحمد لله على كل حال، وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها، وأحسن الله عزاء الشيخ سلمان وعائلته، وعظم أجرهم وجمع لهم فينا الأجر ورفعة الدرجة، ولم يحرمهم أجرهم ولم يسلمهم بعدهم يحيى قيوم. حقيقة حينما أتكلم عن هيا سأتكلم عن هيا صديقة. ما الذي يبقى للإنسان بعد موته؟ مما أخرجه البيهقي في السنن من حديث الصفدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير نسائكم الوجود الولود المواسية المواسية إذا اتقين الله. إذا قرأت هذا الحديث كنت أقول دائما لهيا: يا هي السيارة، رحمة الله عليها، كانت فيما أحسب أنها ودود ولود ومواسية ومواسية. وأتوقع أن الشيخ سلمان يعرف هذا جيدا عن هيا في طوع زوجها وفي خدمة بيتها، كثيرة الصمت قليلة الحديث ظاهرة الحكمة ومحبة لكتاب الله معلمة له. وكانت بداية علاقة في مع أختي الله يغفر له ويرحمه ويسكنها جنة النعيم في شرقة التحفيظ، ذات صوت ندي محبوبة للهدوء والسمت الذي يختلفها، والوفاء العجيب حقيقة مع انشغال الإنسان في مشاغل الحياة، إلا أنها كانت حريصة على مدى التواصل والمهاتفة بعد المهاتفة حتى قبل وفاتها بأيام. عتبتني رحمة الله عليها للاجتماع وسألتها سؤال، كنا إحنا مجموعة صديقات، ماذا لو أن الزمن عاد بنا؟ هل كل واحدة منا ستختار هذا الطريق الذي سلكت وارتبط؟ فكانت لها إجابة، ما زلت أتعجب من حكمتها حين قالت: لو رجع الزمن بي لم أختار إلا ما اختاره الله لي. لأني جاهلة والله عالم، ولأني ضعيفة والله قوي، ولأني يغيب عني الحكمة والله حكيم. ولا يمكن أن أجيب عن هذا السؤال لأن فيه تقول تطاول العبد على ربه. فأعجبني كثير هذه الإجابة لتنبئ عن حكمة وعن عيش بين كتاب الله. وكثير يعني بعد وفاتها رحمة الله عليها وصلتني رسائل تعزية يذكرون مواقفها النبيلة الجميلة. تذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. قالوا: يا رسول الله، ثلاثة. قال: وثلاثة. قالوا: واثنان. قال: واثنان. ولو سألوا عن واحد لقال عن واحد. وشهد لنا خمسين من عاشرها وعاش معها، ونسأل الله أن يغفر لها ويرحمها. والموت حقيقة فاجعة، إن الموت لرحبة. شكر الله لك دكتورة نوال. نعم نعم، شكر الله لك. كان يهمنا يعني أن تكوني معنا في هذه المداخلة الهاتفية لتعطينا هذه الإضاءات عن حياة هيا السياري غفر الله لها ورحمها، وابنها غفر الله له ورحمه.